يا مساء الفل والياسمين على كل متابعينا في كل مكان. النهارده يا جماعه حلقتنا مميزه جدا، هيكون معانا اخصائي التغذيه دكتور محمد الشافي، هيكلمنا النهارده عن تفادي الوزن الزائد ايام الحظر والايام اللي احنا فيها وايام رمضان. طبعا كلنا استقبلنا فتره رمضان واستقبلنا فتره الحظر باللب والسوداني والكاجو والرز بلبن والحاجات الجميله اللي احنا يعني بنقعد ناكلها دي لغايه ما كلنا بقينا يعني بنتخن وناسين نفسنا خالص. وطبعا النهارده برحب بضيفي اللي منورني دكتور محمد الشافعي، وبرحب طبعا بزميلتي الجميله نسرين. ازيك يا دكتور؟ ازيك سلوى، عامل ايه؟ ازيك يا نسرين؟ اهلا وسهلا. ازيك يا جوزي، عامله ايه؟ اهلا وسهلا دكتور. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا نسرين؟ دكتور خلينا نقول ان في ناس كتير جدا نفسها تخس بس ما فيش اراده خالص، ما عندهاش اي اراده، ومع الحياه وضغوط الحياه بتنسى. ايه ابسط طريقه نخس بيها؟ بصي، ابسط طريقه تخس بيها اول حاجه انك تاخد القرار. يعني انا بيقول لي مثلا في المركز او في العياده عاوزين نخس، بس ساعات بيبقوا بس عاوزين يرضوا نفسهم شويه، او عاوزه ترضي جوزها، او بنت صغيره عاوزه ترضي امها. لكن اهم حاجه لازم القرار يكون الاول نابع من جواكي. يعني انت عاوزه اصلا تخسي، فانت خدت القرار من جواكي انك تخسي. عشان كده لما بتيجي ببدا اول سؤال بساله، انت عاوز تخسي ليه؟ عاوزه اخس عشان شكلي مضايقني، عاوزه اخس عشان اصل ظهري بيوجعني، عاوزه اخس اصل انا داخله على حمل، عاوزه اخس. يبقى لازم يكون في سبب مقنع بالنسبه لي وبالنسبه لنفس الحاله مقتنعه من جواها ان هي عاوزه تخس. ده اول حاجه. هتخس بقى ازاي؟ ده سهل، في طرق كتير جدا، يعني دايتات، انواع كتير قوي من الدايت موجوده دلوقتي حاليا، ممكن رياضه، في حاجات كتير قوي ممكن نعملها عشان نخس. لكن مش مهم هنعمل ايه عشان نخس، الاهم ان احنا خدنا الديسيجن الاول من جوانا. طب هل يا دكتور الاراده ليها دور فعال في القصه دي؟ ان انا يكون عندي اراده قويه فانا اخس، لكن ما عنديش اراده قويه فانا مش هخس. بصي، هي اهم حاجه، يعني هي 80% تقريبا او 90% من الخساسان هو قرار او اراده من داخلي. زي بالظبط انا بمثلها بالظبط زي اللي بيشرب سجاير. عمر ما حد بيسيب السيجاره او يبطل يقلع عن التدخين يعني الا اذا خد قرار اللي هو هيقلع عن التدخين. هو ده القرار الاهم. لكن اقول ايه، انا بكره هبطل سجاير، هقعد 3 أو 4 ايام من غير سجاير وبعد كده هرجع تاني. على فكره ده اللي بيحصل في التخسيس. ان انت تقولي النهارده هعمل دايت، بكره هعمل دايت، بعد كده خلاص انا تعبت. احنا كل يوم في نفس الموضوع، نفس الحدوته. طيب وبعدين؟ شعب بحاله، مش شعب، ده العالم كله. انت مش بتتكلمي في شخص واحد، انت بتتكلم على كل العالم. النهارده هنعمل دايت لمده 3 أو 4 ايام فهنزهق فهنرجع تاني، ودي كلها محاولات فاشله. يعني انا لما بيجي لي حد يقول لي انا هعمل دايت ويعني شويه، طب شويه وهنرجع تاني، يبقى ده محاوله فاشله. طب خليك ما تعملش دايت دلوقتي واستنى لما تعمل محاوله ناجحه، لان انت ليكي محاولات. يعني انا بمثلها بالظبط زي الفيديو جيم. الفيديو جيمز لما تيجي تلعبي لعبه، الفيديو جيمز ده بيبقى ليكي كذا مرحله، في الاخر خالص بيجي لك حاجه اسمها جيم اوفر. الجسم بتاعنا نفس الفكره بالظبط. لو انا خدت محاولات، ليه عدد محاولات مثلا 10 15 20 50، كل جسم نقول العدد بتاعه، ما حدش يعرف العدد ده قد ايه بالظبط. اوكي، انت كل ما بتعملي محاوله والمحاوله دي بتفشل، انت بتضيعي فرصه ليكي، وبرجع اتخن تاني نفس الوزن القديم اللي انا نزلته. لا ده على فكره، لا يعني مثلا هقول لك مثال بسيط جدا. احنا لو كنا بادئين 80 وعملنا دايت ونزلنا ل 70، اوكي، وبعدين فشلنا ورجعنا تاني، احنا مش هنرجع لل 80، احنا هنرجع ل 85. المره اللي بعدها هننزل لكام؟ من 75 هننزل ل 75. 70 دي خلاص انت مش هتشوفيها تاني. بعد كده تطلعي ل 90، وبعدين تنزلي ل 80، بعد كده تطلعي ل 95. يبقى كل ما حضرتك بكلامك ان الوزن بيتثبت وبيزيد لقدام 5 كيلو في كل محاوله. ومش كده وبس، هتقولي ايه ده، انا زمان لما كنت بعمل دايت كنت بنزل بسهوله، دلوقتي بعمل دايت بس ما بنزلش. طب يا دكتور خلينا نقول في انواع كتير جدا من الدايت دلوقتي موجوده وبقت متاحه، خلينا عايزين نعرف ايه الدايت الكيميائي واضراره واسبابه واضراره وايه الافاده منه. بص، انت اتكلمت في موضوع مهم، موضوع انواع الدايت. انواع الدايت كتير جدا، يعني ممكن نقول ممكن يعدوا ال 1000 1500 نوع. فيهم طبعا الدايت الكيميائي، فيهم الكيتو دايت، فيهم كذا حاجه كتير قوي. هنتكلم على الدايت الكيميائي. الدايت الكيميائي هو توحيد نوع معين، يعني انا اقولها بكل بساطه، توحيد نوع معين. انا هاخد مثلا همشي اسبوع فاكهه، او همشي مثلا اسبوع على موز بس او على جوافه بس، او همشي بروتين بس. طب ده ما بيضرش الجسم؟ ده غلط، ده غلط. يعني هو الدايت الكيميائي هو دايت خاطئ، دايت كله مشاكل اعراض جانبيه، لان انت بتاخدي نوع واحد من الاكل، ما بتاخديش كل انواع الاكل. طب ايه اعراضه الجانبيه؟ اعراضه الجانبيه انت ناقص فيتامينات. انت ابسط حاجه احنا محتاجين في جسمنا ايه؟ محتاجين نشويات، محتاجين بروتينات، محتاجين دهون، محتاجين فيتامينز. الحاجات دي كلها احنا بناخدها من كل انواع الاكل. تخيل النهارده لو احنا هناخد مثلا سي اسبوع كامل تفاح،
ماشي، او في ناس بتمشي شهر وشهرين. ده الواحد يهبط يا دكتور، يعني الواحد لو كل تفاح كل يوم ما هو هاجي مش قادره. بصي الناس اللي عاوزه تخس او الستات بالذات لما تبقى عاوزه تخس عندها فرح كمان اسبوع او كمان اسبوعين ممكن تعمل اي حاجه. ايوه فعلا بنشوفه. ايوه ده يحصل فعلا. عروسه مثلا داخله على مناسبه هي ممكن ما تاكلش. طب بما اننا اتكلمنا في الاول كده عن الحظر وبعدين بقى دخلنا رمضان وانت حضرتك عارف بقى الستات والبنات قاعدين في البيت كاجو، طب حبه لب، طب ندخل نتسلى في الثلاجه كده شويه، طب نعمل اي حاجه، وطبعا قطايف كنافه. لا الدنيا حلوه، الدنيا حلوه. الدنيا إيه؟ الدنيا تبقى حلوه. نعمل ايه؟ نبعد عن الحاجات دي الاول. يعني خليكم نعمل، انا بعمل ايه في فيتي؟ انا دايما بحب دايما ايه، انا اعمل على نفسي الاول قبل ما اعمل على غيري. انا بعمل ايه في فيتي؟ انا يوم واحد في الاسبوع يوم الجمعه هو اليوم اللي فيه الحلويات وفيه الاكل او فيه عزومه او فيه البيت كله ماشي. احنا بنعمل حلوياتنا مثلا قطايف الكنافه الحاجات دي كلها بتبقى يوم الجمعه. اوكي بقيه الاسبوع مش موجوده. ما هو انت بصي ما تقوليش مثلا انا هحط لك الحاجه جنبك المغريات قدامك اوكي وهمسك نفسي. طب يا دكتور انا عايز اسال حضرتك سؤال، اللي بيقولوا المخ ليه تاثير على المعده اكيد ازاي؟ بصي هو الدايت عامه او التخسيس عامه بيجي من هنا بيجي من فوق ما بيجيش من المعده. ازاي يعني؟ انت لما بتزعلي بتاكلي، لما تكتئبي بتاكلي. في ناس وناس بالعكس، في ناس وناس. ايوه الغالبيه العظمى، الغالبيه العظمى لو انت وزنك زايد، لو انت اوفر ويت وجالك اكتئاب لا قدر الله هتاكلي، لو انت عندك نحافه وقال لي جالك اكتئاب هتبطلي اكل فتنزلي اكتر. حلو ده. ازاي طب يعني ايه المسؤول في الجسم في المخ عن المخ؟ في مراكز الشبع ومراكز الجوع ومراكز كل حاجه موجوده في المخ، والهرمونات اللي مسؤوله عن احساسك بالشبع موجوده في المخ، ومراكز الاحساس اللي هي الحاجات اللي تديك احساس الانبساط او اللي انت مودك كويس موجوده في المخ، فكل الكنترول بتاعنا جاي من فوق. فبالتالي عشان كده قلت لك في الاول خالص قلت لك الدايت او التخسيس هو جاي من فوق، جاي اراده. اراده يعني جاي من مخك. ايوه فانت لو خدت القرار من دماغك اللي انت هتوقفي اكل او انت هتعملي دايت او انت هتخسي فهتخسي. ما خدتيش القرار ده واخداه بس كده يعني. يا دكتور احنا كل يوم بناخده وكل يوم بنصحى نقول بكره. طب ما ده غلط. بنصحى نقول بكره. طب ما ده غلط. اه هو ده الغلط. هو ده طبعا غلط اكيد. طيب وبعدين وبعدين لحد امتى؟ ايه اللي المفروض يحصل اول ما نصحى من النوم علشان نفتكر ونشغل المعده بعيد عن الاكل؟ ده ايه تاني سؤال؟ ايه المفروض انا اتبعه، العادات اللي احنا نتبعها اول ما بنصحى من النوم عشان نبعد عن فكره الاكل دي خالص؟ بصي اول حاجه شيل الاكل من دماغك، يعني خلي الاكل دايما بالنسبه لنا حاجه ثانويه. يعني انا بستعجب جدا ان في ناس بيصحى من النوم اول حاجه بيفكر فيها هناكل ايه النهارده. لا مش ما يبقاش هو ده، ما يبقاش هو ده الدماغ او الفكر. انا اصحى من النوم اخش التواليت اشرب ميه كتير، انزل اشوف حياتي اشوف شغلي، اخد الاكل بتاعي مثلا بعد ما افطر مثلا الفطار مثلا بعد ما اصحى من النوم مثلا بحوالي ساعتين او بعدها بساعه، اظبط اكلي في اليوم في عدد ساعات معين، الاكل بتاعي يكون كله كله عباره عن مشويات وحاجات زي كده. طب بمناسبه الميه دكتور، الميه مهمه جدا في الحياه، ايه دورها في الرجيم في الدايت؟ بص بدون ميه مش هيحصل رجيم، لان بص احنا جسمنا مكون من ثلاث حاجات مهمين جدا، دهون وعضلات وميه. المية هي المسؤولة عن النضارة بتاعت بشرتك، مسؤولة عن التغذية بتاعت جسمك كله، مسؤولة عن ان هي بتاخد الاكل مع الدم، يعني عنصر اساسي في تكوين الدم بتاعنا. أيوة. بتاخد الاكل بتبدأ توزع الفيتامينات والحاجات العناصر الغذائية اللي موجودة في الاكل دي توزعها على الجسم كله. فبالتالي الحاجة التانية الدهون اللي انت بتحاولي تفقديها في الدايت او انت بتحاولي تتخلصي منها، ايه اللي هيصرفها من الجسم؟ هتتصرف عن طريق الكبد والكلى. طب ايه اللي هيغسلهم؟ هي المية. فبالتالي هي المية عنصر اساسي في كل التجربة دي كلها. فلو الميه ما اتاخدتش بكميه كافيه في اليوم فبالتالي هيحصل لك زي نوع من انواع الجفاف، فبالتالي هيبقى التصريف او الحركه السمنه تبقى اكتر، والتصريف الحركه نفسها بتاعت الغذاء في الجسم هتبقى اكتر. عشان كده احنا دايما بنحب نغسل الجسم بالميه. الحاجه الثانيه انا عاوز في الدايت، عشان كده هنعمل ان بودي دايما، نعمل ان بودي ليه؟ عشان نشوف نسب الميه والدهون بتاعتنا. علشان انا لما اخس ما اخسش ميه دايما، انا بتضايق جدا لما الاقي العيان يخس ميه، هو المفروض يزيد ميه ويزيد عضل ويقل دهون. بس كما يقل يعني، هو لو قل ميه زي الناس مثلا كتير قوي من اللي بتاخد الحاجات اللي هي المضادات للبول، بعض الادويه اللي هي مضادات للبول. أيوة. ويبقى فرحان قوي، ده انا خدت القرص الفلاني بالليل صحيت الصبحيه انا نزلت 2 3 كيلو. هو نزل ميه، بينزل ميه مش بينزل اساسي في الجسم. الشيء اساسي في الجسم بالظبط بالظبط. طب بما اننا في رمضان ازاي نستغل فتره الصيام في اننا نخس؟ بص رمضان هو شهر جميل جدا للخساسات، ما
بعكس كل الناس اللي بتتكلم بتقول ان رمضان ده ما ينفعش اخس فيه. بالعكس انت عندك في نوع من انواع الصيام الدايت اسمه الصوم المتقطع. الصوم المتقطع ده أيوة. مبني على اساس 16-8 16 ساعه صيام و8 ساعات هناكل فيهم وجبتين. اوكي لو كده تحسبيها وبتفرج عليها هي تقريبا هي هو الصيام بتاعنا. انت بتاكلي من الساعه 6:30 تقريبا او من الساعه 7 لحد الساعه 2 بالليل اللي هم 8 ساعات وبقيه اليوم كله صيام. فهو ده الصوم المتقطع. وبننزل في الصوم المتقطع بنعمل دايت للناس على صوم المتقطع بينزلوا كيلوات كويسه. طب ليه في رمضان ما بننزلش؟ احنا علشان احنا المفروض في الصوم المتقطع مطلوب مننا وجبتين متوسطين الحجم ما فيهمش كالوريز عاليه. اوكي ناخد واحده على الفطار وواحده على السحور. ما بينهم ممكن يكون سناك واحد او اثنين خفاف جدا كوبايه عصير ثمره فاكهه او حاجه زي كده. ده اللي بيحصل بقى هو ده بقى. بصي بصي سلوى هو ده هو ده هو ده اللي بيزود الوزن. هو ده اللي بيزود. طب ما هو لازم مش لازم الناس مش لازم. كلها يا دكتور ماشي على هذا الاساس. لا 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 مش لازم مش لازم لان بصي النشويات فيها عيب عيب خطير جدا الا وهو ايه النهم. انا لما تاكلي جوابي نفسك كده لو خدت قطعه فراخ او قطعه لحمه مش هتجوعي بعدها. طب دكتور ده الناس لو خدتي حته نشويات او حلويات هتاخدي عاوزه الثانيه والثالثه والرابعه. هو بيديكي نوع من انواع الهنجر اللي هو النهم للاكل. ده الناس كلها وهي قاعده بتتفرج على التلفزيون اساسي قدامها طبق الحلويات والتسالي والبيبسي. طب ما تيجي نستقبل اتصال ونعرف الناس. الو مساء الخير. مساء النور نهى. ازيك يا استاذه شاول وعامله ايه؟ اخبارك ايه؟ جميله منوره الدنيا كلها الحمد لله. ربنا يخليكي وانت حضرتك كمان منوره الشاشه كده ويا رب دايما. والاستاذه نسرين معاكي ربنا يخليكي. ميرسي. قولي لي يا نهى. ايوه عامله ايه في رمضان؟ والله انا ما اقولكيش بقى على الحلويات وال وطبعا الجلاش والاكل الكتير طبعا في رمضان احنا بنستناه وكده. كلنا طب عندك سؤال للدكتور؟ طبعا لو انا عندي بس يعني انا جسمي مظبوط وكل حاجه فيه تمام بس الفكره ان انا بطني كبيره ومش عارفه انزلها ازاي. ده حاجه عمليه ولا رجيم معين لتخسيس منطقه معينه؟ احنا سننا الاول كام سنه؟ 25. متجوزين ولا مش متجوزين؟ لا مش متجوزين. طيب بصي ديت انت بتتكلمي عليها ديت اسمها سمنه الموضعيه. السمنه الموضعيه اللي انا بيبقى وزني كويس او جسمي كله شكله كويس بس انا عندي حته في جسمي وبالذات في الستات بتكون منطقه البط او منطقه الرجلين او الفخدين. دي بتبقى اشهر مناطق موجوده في السيدات عموما. لكن منطقه السمنه الموضعيه لازم يكون لها تدخل موضعي. يعني ازاي؟ يعني الدايت لوحده بيكون غير كافي لحل المشكله. لازم يكون في تدخل سواء بالميزوسيرابي اللي هو الحقن الموضعيه اللي بتسيح الدهون الموضعيه او التدخل بالاجهزه الموضعيه امثله التجميد والكافيتيشن والحاجات اللي هي الموجوده الاجهزه الموضعيه اللي بتسيح الدهون على المنطقه او التدخل الجراحي لو في حد مستعجل قوي عاوز نتيجه سريعه جدا. التدخل الجراحي اللي هو الليبوسكشن شفط الدهون ماشي ده اجراء بس ده الاجراء الاخير ده يجيب نتيجه سريعه. شفط الدهون الجراحه هو مش انا اللي بعملها طبعا مش تخصصي ولكن هو نوع من انواع التخلص من السمنه الموضعيه وده بيبقى نتائجها في خلال شهرين 3 شهور بعد العمليه بيبان النتيجه النهائيه. اما الميزه الصعبه وكده بتجيب في نفس التوقيت تقريبا بس بدون جراحه. طيب تكميم المعده. تكميم المعده نوع من انواع العمليات تخصيص. السريعه ان انا عايز اخس بطريقه سريعه ايه خطورتها؟ بصي هو انا معترض شويه على كلمه ان انا اخس سريع لان اول حاجه حتى تكميم المعده يعني الناس اللي وزنها مثلا 100 110 120 كيلو اللي بتعمل تكميم المعده هي ما بتنزلش الوزن المثالي بتاعها في يوم وليله. طبعا هي بتاخد لها 5-6 شهور. انت لو جربت الاكل اللي هتاكليه نص الاكل نص الاكل قد الاكل اللي هتاكليه وانت عامله عمليه التكميم مرتين ماشي هتخسي تقريبا زي عمليه التكميم. في ناس ما عندهاش اي اراده. والله عمليه التكميم هي معمول لها شروط وضوابط عشان تتعمل. لازم يكون البي ام اي بتاعك او معدل الكتله بتاعتك يكون معدل 40 تمام. يعني نقول مثلا اوفر السمنه بتاعتك اوفر مثلا 30 كيلو 40 كيلو علشان نقول للدكتور اصلا لما تروح الدكتور جراحه السمنه تمام هو علشان يوافق ان يعمل لك العمليه لازم تكوني زايده وزنك بتاعك 30 40 كيلو. يعني واحد زايد 10 مش متاحه لاي حد. لا طبعا يعني انا زايد 10 كيلو رايح اعمل عمليه جراحيه واقص حته من معدتي ويبقى لها مشاكل ودروباكس جامده جدا ان اي عمليه في الدنيا لها اعراض جانبيه. أيوة. عشان 10 كيلو انا ممكن لو عملت دايت لمده شهر شهرين اخلص منهم هنزلهم على اتخلص منهم والعمليه حتى لو عملتها انا هنزلهم برضك في الشهر شهرين. طب ايه اضرارها يا دكتور؟ بصي اي عمليه الدنيا لها اضرار جانبيه. اولا في بنج
ده ممكن ضمن الحاجات اللي ممكن يحصل منه مشاكل بينج البنج الحاجات التانية كلها. انت بتقصي حته كبيره جدا من المعده بيبقى في مشكله نقص فيتامينات رهيبه جدا بالنسبه للحالات دي. عشان كده الحالات دي كلها بتمشي بعد العمليه لمده سنه تقريبا ماشيه على فيتامينز مالتي فيتامينز قويه جدا. الحاجه الثانيه ممكن يحصل نزول في الوزن اكتر من المتوقع, فبالتالي برضو يسبب مشكله اكتر من ممكن يقلب بنحافه اي حد تخيل ممكن يقلب بنحافه نحافه مرضيه بعد كده. او اللي ساعات بيحصل نزول سريع شويه, لان طبعا هو نزول التكميم بيكون اسرع من نزول الدايت العادي. هو كده كده في نزول بياخد وقت بس هو بكل المقاييس هو اسرع من النزول الدايت العادي. فبالتالي هل سرعه التئام او سرعه الاستيستي او الجلد بتاعك له في مواد معينه عشان يرجع تاني اللزوجه بتاعته او الليونه بتاعته ترجع تاني وتشد؟ اوكي, نفترض حضرتك بطريقه بسيطه جدا انت واحده زايده مثلا سي 30 كيلو اوكي, وجيت نزلت من 30 كيلو دولت نزلتهم بسرعه مثلا نزلتهم سي في شهرين يعني 15 كيلو في الشهر, هل الجلد بتاعك اللي الكيس اللي كان الكبير اللي كان مليان في الحجم ده وبعدين بدا يفضى اكيد هيتراهل هيحصل ترهلات؟ ترهلات طبعا. لو انا نازل نفس ال 30 كيلو دول بس انا نزلتهم سي على 6 شهور هدي فرصه للجلد بتاعي ان هو يلتئم ويرجع تاني للشكل الطبيعي بتاعه فيبدا يلم على الحته اللي هي نزلت فبالتالي مش هيحصل فيها ترهلات. طب حضرتك مع الرياضه والدايت ولا الدايت لوحده يكفي؟ بصي انا مع الرياضه لو هي اسلوب حياه. طب معانا اتصال ونرجع تاني. الو الو حماده. ايوه انا حماده من السويس. اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل. ايوه انا التخين عندي 90 كيلو وزن 90 كيلو وانا مريض كانسر وكنت عايز اخس عشان داخل على عمليه وكده وكنت عايز وزني ينزل وانا عندي هرمونات زياده. تمام, سؤال حضرتك ايه بالظبط؟ انا كنت عايز اخس شويه عشان ادخل على عمليه وكده. الف سلامه على حضرتك وشكرا لاتصالك والدكتور هيرد على حضرتك. بص ده سؤال مهم جدا, سؤال مريض الكانسر. احنا عامه التغذيه العلاجيه فيها جزئين, جزء اللي هو الدايت العادي اللي احنا بنعمله كل الناس اللي هم الاصحاء اوكي, والجزء الثاني وانا بشوف هو الجزء الاهم وهنا بيبان الدكتور عن اي حد متخصص ثاني في التغذيه, ان انت دلوقتي بتتعاملي مع مريض كانسر فلازم الاول تشوفي هل هو في انهي مرحله بالظبط, هل هو في المرحله الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه, هل هو انهي كانسر في الكبد, في المكان بالظبط بتاعه ايه, ايه لازم تظبطي الاكل بتاعه لان في اكلات بتبقى ممنوعه من عليه اصلا ياخدها نهائي, فتبدا تعملي له برنامج معين غذائي معين ياخده. طبعا بتظبطي برضك هو داخل العمليه بعد قد ايه وهيعمل ايه الاجراء اللي هيتعمل في العمليه, كل الحاجات دي لازم نكون مطلع عليه كلها او مطلعين على الكيان ده كله بالكامل بحيث نحط له البرنامج الغذائي بتاعه كاملا قبل العمليه وبعد العمليه, لان هو ده بالنسبه له الغذاء هو اساسي يعني هو شيء مكمل للجراحه بتاعته. يعني يا دكتور ما ينفعش يبقى فيه مرض ايا كان المرض ونعمل دايت من نفسنا؟ لا, يعني انت عندك مثلا مريض الفشل الكلوي, مريض السكر اللي عنده السكر, مريض اللي عنده ضغط, تمام, دول اشهر مرضين مثلا موجودين في كل بيوتنا. أيوة. مريض السكر ومريض الضغط له اكل معين ما ينفعش ياكل اي اكل, تمام, لازم يتعمل له برنامج غذائي معين. غير بقى الامراض اللي هي زي السرطان, امراض زي فشل الكلوي, الحاجات دي كلها ديت امراض تانية محتاجه برضه برنامج غذائي. يعني كل مرض وليه نظام معين وله نظام معين ولازم يكون في مناقشه ما بين الطبيب التغذيه والطبيب المعالج الجراح اللي هيعمل العمليه او اللي هيعالج الكانسر والمريض نفسه, احنا الثلاثه لازم يكون في تيم ما بيننا علشان نوصل في الاخر لبرنامج غذائي يكون الثلاثه متوافقين عليه. طيب. عشان يطلع في الاخر النتيجه المظبوطه. نستقبل اتصال. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اتواصل مع الدكتور؟ اتفضلي. تمام, لو سمحت يا دكتور, انا عملت دايت من حوالي شهرين. ايوه. وزني كان 112 وسني 34 سنه. لها 112 نزلت في شهرين 20 كيلو. تمام. بس انا دلوقتي بعاني من جرثومه في المعده وارتجاع في المريء. انت خدت اي ادويه خسيتي بيها؟ لا انا خدت كلها يعني كلها شاي تخسيس وحاجات شاي تخسيس يعني. طيب خدت طبيعيه كلها. شكرا لحضرتك. اتفضل. طيب طول حضرتك قد ايه؟ هي قفلت طيب. طيب بصي دي نزلت 20 كيلو في شهرين, اولا ده رقم كبير جدا,
وانا اشك ان يكون نزلت الرقم ده بالدايت بس. ما هي بتقول انا بشرب حاجات ولسه كنا بنتكلم في نفس الموضوع. اكيد هي خدت اشياء ساعدتها على النزول، وانا مش بحبذ الحاجات دي خالص. تمام، لان الحاجات دي كلها فيها مشاكل كتير، فيها بعض الحاجات غير يعني غير قانونيه، وفي بعض الحاجات فيها بتبقى مواد غير صحيه، هي اللي بتنزل العيانين بطريقه شديده زي دي. انا 20 كيلو بيحصلوا في شهيد، ده رقم كبير. احنا بنقول النسبه الطبيعيه للنزول الشهري بتبقى من 5 ل 7 كيلو، يعني احنا المفروض ننزل الرقم ده في حوالي من 3 الى 4 شهور عشان يبقى نازلين. لسه كنا بنحكيها في التكميم. أيوة. لما قلنا في التكميم احنا مش عاوزين ننزل بسرعه بدون مشاكل. أيوة. التكميم اصلا ان العيان بينزل بسرعه. اوكي، فانا بالتالي مع الدايت مش عاوز انزل بسرعه. اوكي، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، هي بدا يظهر عندها جرثومه معده، بدا يظهر عندها بعض المشاكل الثانيه. طبعا دي لازم تتعالج طبعا، لان احنا جرثومه المعده من الحاجات اللي بتساعد على زياده الوزن بالنسبه للناس اللي عندهم اوفر ويت، وبتساعد على نزول الوزن بالناس اللي عندهم نحافه. واعتقد بتعمل مشاكل في القولون، مشاكل في الاكل وفي التجيع. وعندها ارتجاع في المريء، يعني هي عندها شويه مشاكل. يعني لازم الدكتور اللي يكون بيتعامل معاها في التغذيه لازم يكون يعني شايف الموضوع ده كويس قوي، عاطي لها بعض الاكلات اللي ما تعملش تهيج لجدار المعده او الامعاء وكده، بحيث ما ترجعش الاكل بسهوله. فهي دي لازم اول حاجه تكون استشاري البطنه معاها اللي هو الجهاز الهضمي مع دكتور التغذيه، الاثنين مع بعض يكملوا بعض علشان يظبطوا الموضوع. تمام. طب يعني سؤال اخير، نصيحه لكل المتابعين في خلال رمضان يعملوا ايه عشان ينظموا اكلهم؟ بصي، انا بقول نصيحه في رمضان لاي حد في الدنيا، انت ما تاكلش على الاكل مباشره. يعني اذان المغرب ياذن ما تاكلش على طول. اذان ياذن ممكن ناخد تمرتين او ثلاث تمرات مع كوبايه اللبن او كوبايه العصير او كوبايه الشوربه العاديه خالص بتاعتنا، وبعدين نقوم نصلي، وبعد الصلاه ناخد حوالي مثلا ربع ساعه او 10 دقائق بحيث نبدا ناكل بعد اذان المغرب من ربع ساعه لنص ساعه. تخيلي الاكل اللي هناكله في بعد ما اخذنا حوالي ربع ساعه او نص ساعه من الاذان، تقريبا نص الاكل اللي انا هاكله لو انا دخلت على الاكل مباشره. اوكي، فانا كده اوفرت نص كميه الاكل، انا هشبع. أكيد. الحاجه الثانيه، بدات اكل، اول ما اشبع اسيب الاكل. موضوع ان انا اكل حتى التخمه ادب ده بلاش، يعني بلاش الاكل حتى التخمه. وبعد كده عندي وجبه السحور على الساعه 2 الساعه 2 ونص بالليل، انا بفضل تكون 3 4 معالق فول او كوبايه زبادي، تكون حاجه خفيفه علشان ما تتعبناش الصبح. ما بين السحور ما بين الفطار بيكون في يا اما سمره فاكهه واحده او كوبايه عصير، ممكن قطعه واحده حلويات، واحده كنافه او واحده قطايف، يعني الناس اللي بتحب الحاجه زي كده، بس قطعه واحده مع شرب ميه، مع محاوله ان انا انزل اتمشى شويه ما بين المغرب وما بين العشاء. ممكن انزل اتمشى مثلا نص ساعه او ثلث ساعه. لو احنا مشينا بالنظام ده صدقيني هتطلع من رمضان نازله على الاقل 2 3 كيلو وان شاء الله كلنا نخس بجد. الفقره عدت هوا. شكرا جدا، وحضرتك نورتنا كتير، استمتعنا بحضرتك كتير جدا يا دكتور، واستفدنا من حضرتك اكتر. مشاهدينا انتظرونا ان شاء الله فقره جديده مع زميلتنا جهاد الديب.